يلا صبايا حبيباتي، صورة، واحد اثنين. بنات منيرة خانم كتير حلوين، بجننوا يتقبروني. لا الكاسات ماما، الكاسات حلوين مو حلوين؟ اي ماما حلوين الكاسات. لا طنط، الصور اللي معلقتيهم كتير بشعين. لا بزعل منك، هدول جدادنا لا تقول عنهم بشعين. معه حق منيرة، اسمك منيرة مو منيرة؟ ايه اسمي منيرة، منيرة خانم. ابني معه حق منيرة. هاي الصورة بتدمر إحساسكن الفني. الفن، الفن يا منيرة غذاء الروح. أنت ما عم تغذي روحك ولا روح عيلتك. إميون إميون قبل ما يفوت الاوان تتحول لمستحسات. كلام رائع. صوره استاذ سامح، صوره استاذ حزب تريد خطه. شو يعني مستحسات؟ يعني كائنات متحجره. والخبطه بعدين بعدين. بس يا سامح بيك، ارجوكي ارجوكي سامح، بس لشو هالالقاب المتخلفه؟ ما في داعي لهالالقاب. الألقاب ما بتغير شيء من قيمة الإنسان. قيمة الإنسان بالجوهر من جوا. وكمان هالأسماء ما لها معنى. مثلا ناديلي هوا برد عليك، ناديني الدولاب كله ما له معنى. كلام رائع أكثر من رائع. سوريا أستاذ سامح، سوريا أستاذ سامح. عمو شو يعني بيكو؟ رجعنا للألقاب. شو يعني عمو؟ ممكن كل واحد يكون اسمه عمو. شو اسمك أنتي؟ اسمي اسمي هوا. برافو برافو هوا. دولاب كلها ألقاب ملايمة. الأجيال يا بيكو، الأجيال الجديدة قادرة تستوعب التطور. بيكاسو سماه أبوه بيكاسو، وأنا بنادي له بيكو بس اسمه بالهوية. هاي أوراق رسمية يا ريشة. هيك بناديلي بس اسمي الاصلي فاديا. عاشت الاسامي، بس اسمك بالهويه يمكن احلى مو هيك؟ لكن شو اسمك بالهويه مدام ريشه؟ آلام، سمتني امي آلام. بس يا حرام شو تفاجأت وياه عم تولدني، بس ابي سماني فاديا. وابنك الله يسلمه شو اسمه بالهويه؟ فاديا ريشه آلام خانو. اوهام يا ابر قلبي اوهام. خلص خلص كله أوهام. الحياة أوهام، العيشة أوهام، الأكل أوهام، الهوى اللي عم نشمه أوهام، اللوحة والألوان أوهام. نحن مين؟ أوهام. نحن وين؟ أوهام. نحن شو؟ أوهام. كله أوهام. بيكو أوهام، الحادث أوهام، طاب أوهام، يمكن ما طاب أوهام. أنت شايفني يا بيكو؟ إيه شايفة. شو شايفي؟ بيروكتا. إيه أوهام. لما خلق بيكو خلق سهول، خلق جبال، خلق خبيعة محتانة يلبسها توب الشمال. إيه فاطي يا الله منك يا مني، كل مرة بدي لك أوهام أوهام. ما سمعتي شو نقول؟ الألوان أوهام، اللوحة أوهام، كله أوهام أوهام. فكرتها واضحة، أنا شفتها بعيني. طلعي فيها منيح هذا فن حديثها. وخصه بخطوة كبيرة تيكورة بأربع خطوات. بسط أبونا آدم ليكي بلش يرسم رب السماوات، ما قلتي ليه فن حديث؟ فكرتها كانت مرسمة واضحة عندك. هلا لو رسمها ببيته وجابها له ما كان أحسن ما ينكح لك البيت؟ هلا بنقط دهان على الأرض وصعب ينقم بينزع البلاط. ما بتتذكر لمن أبو راضي دهن لك البيت؟ بقى شو بدي أعمل؟ محتار. في غلطة بهالحياة طالع. طبعا طبعا بدي ادخل فنون جميلة، انا بحب الفن. انا رسمت اختي فيفي وبدي ارجيها للهوى. الهوى مو سامح قال مو مهم الاسم، نادولي هوى. تفضل شوف. تفضل.
مزبوط مزبوط، هاي هي النظرية، هذا هو التيار اللي عم يفرض حاله. يعني انت يا أنسة من تيار الجوهر ما هيك؟ انا وفيفي طول عمرنا بنسبح مع التيار. لا عفوا اذا بتريدي، انا ما بسبح مع حدا، انا فريدة بسبح دائما عكس التيار. يعني انت ضد تيار الجوهر؟ طبعا طبعا تماما، انا ضد تيار الجوهر. انا ابدا ما بحب اسبح لانه الشمس بتاذي لي بشرتي كثير، بس بالنسبه للجوهر انا كثير بحب الجواهر، خصوصا بالسهرات، واوقات ممكن استعمل الجواهر بعد. والجواهر المفضله لي هي الالماس والزفير. يا ريت طلع لي الاسواره مع حكي. خليها تسكت فتحتنا، خليها تسكت فتحتنا، خليها تسكت فتحتنا. رولا ليلي، كيف ضربتي بيكو بالطابه؟ كنت قصدي، وشو كان شعورك لما حسيتي انه انت السبب بشفائه؟ ها هي كانت متضايقه علي، شبت لي الورده، كان يقعد على البلكون، حتى البرد بيقعد على البلكون. مسكته، لحقتها من حاره لحاره، مسكته بالاخير، مسكته عند مدخل بيت امراني. شيليه عليا. معلش خلوها تحكي، بدي اسمع منها كيف صارت المعجزه. هذا مو موضوع عادي، هذا خبطة، خبطة صحفية.